احمد سيف اسلام حمد، محامي مدير مركز حسين مبارك للقانون. المركز شغال في تقديم دعم قانوني لمن تنتهك حقوقه وحرياته من قبل السلطات الرسميه في مصر. انا دخلت سجن منتوره في قضيه في 83، فوجئت بشاب من المنصوره الشيخ مصطفى من بقايا اعتقالات سبتمبر 81، فبساله انت شيخ ما خرجتش ليه؟ فقال ضابط المباحث القبض عليا قال انا هحطك ورا الشمس ومش هتشوف الشارع مره ثانيه. هل عندك مانع نعمل لك تظلم؟ لا ما عنديش مانع. عملنا تظلم، اعترض وزير الداخليه، عملنا تظلم الثاني اخلي سبيل. مشكله الشيخ مصطفى كانت ايه؟ انه اسمه اتنسي. اتنسى في الملفات، يعني محدش قاصد ان هو يقعده لكن اتنسي في الملفات. ما بالك بقى لو كان قاصد انه يقعده، يعني يبقى مواطن ممكن يقعد سنتين ثلاثه معتقل لمجرد ان اسمه اتنسي. الاعتقال من الناحيه القانونيه بيدي لجهاز مباحث امن الدوله الفرصه لاطاله المده اللي يحتجز فيها اي مواطن حين عرضه على نيابه. اكتشفوا هم في الثمانينات ان لما الواحد يتعذب ويعرض للطب الشرعي خلال اسبوع او 10 ايام من وقائع التعذيب، تقرير الطب الشرعي بيجي يقول ان سبب الاصابه ديت ناتج عن التعذيب بالطريقه الفلانيه. لو احتفظت بالشخص المصاب بجروح لمده 3 اسابيع 4 اسابيع وبعد كده راح للطب الشرعي، الطب الشرعي هيتعذر عليه اثبات اسباب الاصابه. فبقى دي اللعبه اللي بتستخدم، ان يستخدم قانون الطوارئ ضد اي متهم بالذات في قضايا سياسيه زي ما حصل في جلال طابه، بحيث يحمي يبعد المتهم من العرض على جهه التحقيق ومن العرض على الطب الشرعي لحد ما تفوت المده اللي فنيا يمكن تحديد فيها اسباب الاصابه. خبراء لجنه حقوق الانسان المتحده بيقول التعذيب في مصر بيتم بشكل منهجي منظم، اي انه سياسه ما هياش راجعه لافراد منحرفين في جهاز الشرطه، ده سياسه تعتمدها الدوله. بلاش تقرير الامم المتحده، الحاله الواقعيه اللي احنا بنعيشها. مفيش ضابط مباحث هيروح يشتري ادوات التعذيب من جيبه الخاص ويصمم ويجهز ويبني ثلاجه تعذيب في كل قسم بوليس، ده بتيجي من اعتمادات من الخزانه العامه. اللي بيستورد ادوات التعذيب الحكومه، اللي بيوزعها عقد على الضباط الحكومه، يعني الحكومه هي الراعي الرسمي للتعذيب في مصر. ممكن يتنسي ملف واحد ما حدش يبص في ملفه، او ممكن يتجاهل النظر في الملف لاسباب متعلقه بالضغط على مجموعات من الجماعات الاسلاميه اللي موجوده في داخل السجون لسبب من الاسباب، زي مبادره نبذ العنف. اللي واقف على المبادره يطلع، ما فيش مبادره ما يطلعش. ما هواش ده جزء من القانون. القانون انا عملت جريمه، اخد اروح المحكمه، المحكمه تديني اقضي مده العقوبه اللي عايزها المحكمه، خلصتها اروح بيت. قصة ان انا مطلوب مني اعمل سلوك اخر عشان ترضى عن الاداره، ده ما هوش قانوني. انا اظن هو ده السبب الحقيقي اللي مخلي كل المعتقلين دول موجودين، ان في اصرار من الداخليه انها تبعت زي كده، ما في رساله ضمنيه في القتل خارج القانون تم في 95 وتم في قضيه الطب، ان كل المتهمين الاساسيين يتقتلوا ما يوصلوش لا محكمه ولا نيابه ولا البوليس عايز يعرف الحقيقه فين. استقصي يا جدع البني ادمين من قصيره وقتل. تظلمات من قرار الاعتقال في معظم الاحوال بقت تظلمات شكلية وصورية ما لهاش قيمة قانونية حقيقية، لدرجة ان المحاكم النهاردة ما بقتش تصر على ان يمثل المعتقل بنفسه امام المحكمة عند مصدر تظلمه، وده بيساعد على تغطية المدة اللازمة للتعذيب الواقع على المتهم. قبل لحد الثمانينات كان انا شخصيا كنت معتقل في منتصف الثمانينات، لما كان يبقى في تظلم من قرار الاعتقال كنت بنزل قدام القاضي والقاضي بيشوفني بعينه والمحامين بيشوفوني، فكان في تعذيب فبلغ وقع التعذيب للقاضي. دلوقتي القاضي اللي بيشوفه هو ملف ورقي، المعتقل ما بيتنقلش من مكانه على الاطلاق، ف
فاذا كان خاضع للتعذيب فمش حد هيشوف يعرف اي حاجه حاصله ده. في اماكن ممنوع فيها الزياره تماما، وفي اماكن بيقدروا يزوروا، وفي اماكن بيحصل ساعات كثيره ان يحصل اشبه بعقاب غير منصوص عليه لمن يتجرأ وتظلم من قرار الاعتقال. يبقى انا معتقد جنب اهلي في المنطره وتظلمت من قرار الاعتقال، فييجوا ينقليني على الواحات. مع تكرار الامر الاهالي ادركوا ان جزء من التغريبه اللي بتحصل لاولادهم مرتبطه بانهم تظلموا من قرار الاعتقال. روح لاي اسره كده ابنها معتقل، لا هنعمل لك تظلم من قرار الاعتقال، خد لك لا يا عم ما تعملش تظلم، خليه جنب مني على الاقل في احتمال ان انا اقدر اشوفه في زياره، اقدر ادخل له حاجه. وحصل حالات ان مات فيها الناس، يعني احد المعتقلين الاخوان المسلمين او المحتجزين الاخوان المسلمين مات نتيجه عدم انتظام في 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 اخذ الدواء. في ناس ماتت بعربيه ترحيلات، ودي وقائع مشهوره جوه المجتمع المصري. دي كلها يعني تفاصيل في لوحه عنوانها كيف نتفنن في إساءة معاملة الإنسان، مش تنظيم مرفق العدالة بطريقة تعيد تأهيل من أخطأ حتى يكون مواطن صالح. بالعكس، يعني الفلسفة كلها قايمة على إزاي إن أنت تطلع دين أم اللي وقع تحت إيدك، مش إن أنت تؤهل اللي الظروف دفعته الى ارتكاب خطا قانوني. ما فيش حد من امن الدوله يتحول محاكمه تعذيب الا في حالتين واقعتين اثنين. في القضايا الجنائيه العاديه هتلاقي ضباط مباحث جنائيين تقدموا للتعذيب، لان ما عليهمش نفس درجه الحمايه اللي خاصه بضباط مباحث امن الدوله. ده لو افترضنا ان عندي اصلا استقلال في السلطه اللي بتحقق، لو افترضنا عندي استقلال كامل للقضاء بجد بحيث يبقى بينظر بطريقه عادله ومنصفه في وقائع التعذيب. فلو حتى الاثنين دول مفتقدين عندي، لا عندي سلطه تحقيق مستقله ولا عندي قضاء كامل الاستقلال، فتبقى الكارثه اكبر بقى من اللي بيحصل. هل عندي جهه تحقيق محايده تحقق في هذه البلاغات؟ انا اقول لك وقائع التعذيب اللي انا تعرضت لها شخصيا في 83 لحد يومنا هذا النيابه ما استكملتش التحقيق فيها رغم مرور اكثر من 20 سنه على الموضوع. يعني كمان كام سنه كده احتفل بمرور 25 سنه على بلاغه التعذيب بتاعي.